بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا وطالباتنا الأعزاء لمادة علم الأحياء الدقيقة قسم التمريض، اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم المحاضرة الأخيرة في المنهج، وهي بعنوان فيرولوجي اللي هو علم الفيروسات. في هذه المحاضرة سوف تتكلم عن الفيروسات وأنواع الفيروسات وأمراض الفيروسات، وسوف نتطرق إلى الفيروسات المهمة طبيا التي تؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة قاتلة مثل هيباتيتس، فيروس الإيدز سوف نتكلم عنهم بإسهاب، وباقي الفيروسات سوف نتكلم عنهم باختصار إن شاء الله. ما هو الفيرولوجي؟ الفيرولوجي هو علم دراسة الفيروسات، دراسة الفيروسات وطبيعة الفيروسات وعلاقة الفيروسات بالعائل بالهوست. الفيروسات في الغالب تسبب أمراض خطيرة لها علاقة بالسرطانات، بالإضافة للتشوهات الخلقية اللي هي congenital deformities، وكمان الفيروسات أو لها علاقة بالgenetic engineering اللي هي الهندسة الوراثية، تستخدم في الهندسة الوراثية. أما الفيروس، الفيروس هو عبارة عن كائن لا خلوي أسيليولار. ليش لا خلوي؟ لأنه ليس فيه ولا يوجد فيه اللي هي النواة أو الريبوسوم أو العضيات، إنما يحتوي على المادة الوراثية فقط، ويتضاعف داخل خلايا العائل إجباريا، يعني يجب أن يحصل على خلايا العائل لكي يتضاعف. صفات الفيروسات: أولا الفيروسات هي أصغر الكائنات، صغيرة جدا، حجمها من 20 إلى 30 نانومتر، طبعا لا ترى بالميكروسكوب الضوئي إنما تحتاج إلى ميكروسكوب إلكتروني. زي ما حكينا هي عبارة عن obligate intracellular parasite، يعني متطفلة إجباريا على الخلايا، لابد أن تدخل داخل خلايا العائل لكي تتضاعف، وإلا لن تستطيع أن تتضاعف خارج الخلايا. هذه أشكال مجموعة من الفيروسات وتركيب هذه الفيروسات، حنحكي عن تركيبها كمان شوية. حجم الفيروسات، طبعا احنا قلنا حجم الفيروسات صغير جدا، تتراوح بين 20 إلى 300 نانومتر، يعني تختلف في الحجم من فيروس إلى آخر، في منها صغير جدا وفي منها كبير. في عندنا الفيروسات الكبيرة مثلا سمول بوكس، حجمها تقريبا مساوي لأصغر بكتيريا زي بكتيريا الميكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا. هذه حجم الفيروسات. زي ما شايفين إيش الفرق بين حجم الخلايا العادية وبين البكتيريا وبين الفيروسات، زي ما شفنا انه البوكس فيروس، سمول بوكس فيروس، من اكبر الفيروسات، قريب من حجم البكتيريا. هذه صورة توضيحية لحجم الفيروسات، يعني مثلا في الصورة الاولى فوق على الشمال في عنا كرة دم حمراء وجنبها بكتيريا، على الشمال البكتيريا مكبرة وجنبها فيروسات. شايفين ايش المقارنة بين الفيروسات وبين البكتيريا اللي طالع منها ايش فلاجيلا. هاي الفيروسات في الصورة اللي تحت، الفيروسات بجانب البكتيريا، فالفيروسات اصغر بكثير جدا من البكتيريا. مما يتكون الفيروس؟ الفيروس تركيبه بسيط جدا جدا، بتكون من عضوين او ثلاثة. أول عضي اللي هو المادة الوراثية، الجينوم، نيوكليك أسيد. المادة الوراثية بتكون محاطة بجدار بروتيني اسمه الكبسيد. المادة الوراثية بتكون محاطة بجدار بروتيني اسمه الكبسيد. هذا الكبسيد قد يكون محاط بجدار آخر اسمه الانفلوب. هذا الجدار عبارة عن فوسفوليبيد باي لاير. قد يكون، يعني مش كل الفيروسات موجود حواليها انفلوب.
الفيروس الواحد او الوحدة الكاملة بنسميه فيرون. زي ما حكينا الفيرون بتكون من مادة وراثية زائد الكبسيد اللي هي مادة بروتونية بتكون محاطة بالمادة الوراثية، وهذه موجودة في كل الفيروسات. العضي الزائد في بعض الفيروسات اللي هو الانفلوب، هذا موجود في بعض الفيروسات اللي هو عبارة عن مادة دهنية فوسفوليبيد باي لاير، بكون موجود حوالين بعض الفيروسات حوالين اللي هي الكبسيد، وهذا اصلا بكون مصدره من جدار او من السيل ميمبرين تبع الخلية الهوست، مصدره من السيل ميمبرين تبع الخلية الهوست، ممكن تكون الهوست اللي هي خلية انسان. طبعا الفيروسات اللي لها انفلوب بنقول عنها انفلوب فيروس، الفيروسات اللي ملهاش انفلوب بنقول عنها نون انفلوب او نيكد فيروس، الفيروسات العارية او نون انفلوب. هذا فيروس من الفيروسات موجود حواليه انفلوب، وزي ما تشايفين موجود داخله اللي هو الكبسيد والمادة الوراثية. اشكال الفيروسات تختلف من فيروس الى اخر، في عندنا فيروسات هيليكال اللي هي حلزونية زي ما تشايفينها في الصورة اللي على اليمين فوق، هذه فيروسات حلزونية او لولبية بيقولوا عنها. في فيروسات بكون شكلها مضلع بسموها كيوبيك او ايكوزا هيدرال، كيوبيك او ايكوزا هيدرال، هذه مضلعة زي الفيروس اللي موجود تحت على اقصى اليمين، او فيروسات كومبلكس. فيروسات الكومبلكس هذه بكون خليط بين الهيليكال والإيكوزا هيدرال. الهيليكال الكومبلكس قصدي بتكون خليط، يعني الفيروس هذا هو هيليكال زائد إيكوزا هيدرال مع بعض، زي الفيروس اللي تحت الكومبلكس على طول شكله زي سفينة الفضاء، هذا فوق اللي هو إيكوزا هيدرال مضلع، وتحت المادة الوراثية هتكون هيليكال اللي هي حلزونية. خطوات تضاعف الفيروسات، طبعا زي ما حكينا عن الفيروسات لابد ان تعيش داخل خلايا حية، عشان هيك في ناس بيعتقدوا ان الفيروسات ليست كائنات حية لانها تحتاج الى كائن حي اخر لكي تعيش فيه. اول خطوة من خطوات تضاعف الفيروس هو التصاقه بخلايا العائل، بيجي الفيروس بيلتصق بخلية العائل عن طريق الريسبتور المستقبل. طبعا كل فيروس له خلية متخصصة، يعني مثلا في فيروسات تلتصق بخلايا الجهاز التنفسي، فيروسات تلتصق بخلايا الجهاز العصبي، فيروسات تلتصق بخلايا الجهاز الهضمي وهكذا. بعدين بنتريشن يعني دخول الفيروس داخل الخلية. انكوتينج، انكوتينج يعني الفيروس بيطلع المادة الوراثية من داخل الكبسيد او الانفلوب. انكوتينج يعني كأنه بيشلح الجاكيتة، بيطلع المادة الوراثية من الكبسيد او الانفلوب. بعدين هذه المادة الوراثية بيصير لها ريبليكيشن، تضاعف، تتضاعف المادة الوراثية داخل الخلية الى مئات يمكن آلاف الأعداد من المادة الوراثية. في جزء من المادة الوراثية هذه بيصير له ترانسكريبشن للمسنجر ار ان اي، يعني بده يترجم لمسنجر ار ان اي عشان يبني الفيروس الجديد. الفيروس هذا بيستعمل الماشينري يعني الأدوات تبعت الخلية العائل عشان ينتج البروتينات اللازمة للفيروس الجديد. بتحول الفيروس او المادة الوراثية لمسنجر ار ان اي، بعدين بتصير لها ترجمة لبروتين، فيرال بروتين. البروتين هذا بعدين يتم تخليقه بصير بروتين سينثيسيز، وبعدين بتجمع البروتين وبدخل داخله المادة الوراثية وبتجمع الفيروس، وبعدين بيطلع الفيروس من الخلية.
هذه خطوات تضاعف الفيروس نحكيها على السريع. قلنا بيلتصق الفيروس في خلية العائل، بدخل جوا، بصير انكوتينج، يعني يفقد المادة الوراثية أو بيشلح المادة الوراثية. المادة الوراثية تتضاعف داخل الخلية العائل الهوست سيل، وبعدين المادة الوراثية هذه يتم ترجمتها إلى بروتينات، بروتينات لازمة لصناعة الفيروس الجديد، وبعدين البروتينات هذه تتجمع، والمادة الوراثية تتجمع معا وبكونه الفيروس الجديد. بعد الفيروس الجديد يخرج من الخلية. نيجي نتكلم عن بعض الفيروسات وأمراض الفيروسات المشهورة في مجتمعاتنا. أول حاجة Human Herpes Virus. نبدأ في Herpes Simplex Viruses. الهيربس سيمبلكس فيروس في منه نوعين، في منه واحد وفي منه اثنين. الآن الأول، النوع الأول بيصيب الجزء العلوي من الجسم، بسموها the orofacial lesions، يعني بيعمل تقرحات في الجزء العلوي من الجسم، في الفم، في الوجه، في المناطق هذه، في الشفايف، lips. النوع الثاني بيصيب الجزء السفلي من الجسم وخاصة الجهاز التناسلي، الجينيتال ليجون، زي المناطق التناسلية سواء كان في الميل أو في الفيميل. عشان هيك هذا الفيروس ينقسم إلى قسمين، هيربس سيمبلكس فيروس 1 وهيربس سيمبلكس فيروس 2. المرض اللي بيسببه هذا الفيروس، النوع الأول هيربس سيمبلكس فيروس 1 بيسبب زي ما حكينا اللي هو التهابات أو تقرحات في المناطق العلوية مثل وجه الإنسان، أكيوت مثلا جنجيفو ستوماتايتس اللي هو التهابات حادة في الفم، في الفم، فم الإنسان. المرض الثاني ريكارنت هيربس لبلياسيز أو لبليس، هذا المرض بسموه كولد سورز، هذا المرض بيصيب اللي هو الشفايف، شفة الإنسان سواء كان من برا أو من جوا زي ما تشوفين في الصورة اللي فوق. ريكارنت هيربس لبيلياس. في النوع الثالث كيراتو كونجنكتيفايتس، بصيب العينين وملتحمة العين والقرنية تبعت العين. النوع الرابع منه بيسبب اللي هو الانسيفيلايتس اللي هو التهابات في خلايا المخ والأعصاب. النوع الثاني منه الفيروس هذا هيربس سيمبلكس فيروس 2، قلنا بسبب مشاكل في الجهاز ايش التناسلي، جينيتال هيربس، مشاكل او بيعمل التهابات في الجهاز التناسلي. النيونيتال هيربس بيعمل التهابات للطفل مولود جديد اذا كان ولد لام مصابه، يعني اخذ العدوى من امه المصابه اثناء الولاده. وفي عنا سيبتك مننجايتس برضو الطفل الصغير هذا إذا كان ولد لأم مصابة، يعني أخذ العدوى أثناء الولادة، لأنه بتكون الفيروس بيكون في المسالك التناسلية تبعت الأم في قناة فالوب مثلا أو كذا، فالطفل بياخذ العدوى من أمه ممكن يصير عنده مننجايتس. طبعا هذه صور المرض النوع الأول. في عنا فاريسيلا زوستر فيروس اللي بسموه تشيكن بوكس اند شينجلز، تشيكن بوكس اند شينجلز اللي هو الحزام الناري بالعربي. فاريسيلا او تشيكن بوكس بسبب مرض اللي هو التشيكن بوكس، فيروس الفاريسيلا، بيعمل راش زي ما شايفين في الصورة اللي هو الجدري، جدر الدجاج او جدر الماء اللي احنا بنشوفه في مجتمعاتنا، هذا الجدري العادي الطبيعي اللي بنشوفه في مجتمعاتنا. في عندنا الهيربس زوستر شينجلز اللي هو الحزام الناري، هذا شايفينه دائما بيكون هذا في منطقة الباك الظهر، بيعمل التهابات قوية جدا، بسموا المرض شينجلز، برضو نوع من أنواع الهيربس فيروس. في عندنا فيروس سايتوميجالو فيروس، الفيروس هذا بيعمل أمراض خطيرة، بيصيب الأمهات الحوامل وبدخل للجنين، بيعمل له مشاكل في أحد الأعضاء الداخلية وخاصة اللي هو الجهاز العصبي، بيعمل Central Nervous System
abnormalities، مشاكل في الجهاز العصبي. بيعاني الطفل الصغير لما ينولد مشاكل في الجهاز العصبي، بصير عنده في العينين التهاب الشبكية وضمور العصب البصري، مثلا كوريو ريتينايتس أو أوبتيك أتروفي. في الأذن بصير عنده سنسوري نيورال ديفينيس، الصمم الحس العصبي. في الليفر بصير عنده تضخم في الليفر أو جونديس وابيتاتيس. عنده بصير في عنده في اللنج نيمونايتس، التهابات في الرئتين. في القلب بصير عنده التهابات في الرئتين مايوكاردايتس. بعدين بصير عنده مشاكل في الصفائح الدمويه ثرومبوسايتوبينيك بيربورا، وبصير عنده كمان مشاكل في الدم هيموليتيك انيميا، وممكن يصير عنده كمان يعني مشاكل اثناء الولاده وبعد الولاده. مثلا يصير عنده هيرينج ديفكت، يعني يبطل يسمع المريض بالمرة، أو يعني يكون يعني ضعيف الذكاء لأنه الفيروس حيصيب الجهاز قلنا العصبي. في عندنا فيروس اسمه بيشتاين فار فيروس. الفيروس اللي بيعمل مرض اسمه انفكشوس مونونيوكليوزيز، بيعمل مجموعة من الأعراض، بيعمل يعني تورمات في الجسم، إديما، ممكن يعمل فيفر، فتيك، يعمل سور ثروت، ممكن يعمل سويلينج في الليمف نود، في التضخم في العقد الليمفاوية في الجسم زي ما تشوفين في الصور الموجودة. ممكن كمان يعمل سرطانات زي النازو فارنجيال كارسينوما في الصين، أو بيركتس ليمفوما في أفريقيا. هذه النوع من أنواع السرطانات المختلفة. النوع السادس من الفيروس برضو بيعمل مرض اسمه روزيلا انفيتام، زي ما تشوفين بيعمل اللي هو بقع وفي الجلد، بيعمل بقع في الجلد، راش في الجلد. النوع الثامن منه بيعمل مرض اسمه كابوسي ساركوما، وهذا نوع من انواع سرطانات الجلد. في عندنا البوكس فيروس. البوكس فيروس هو نوع من انواع الفيروسات الخطيرة جدا جدا، وهذا الفيروس قاتل زي ما تشوفين، بيعمل تقرحات في الجسم، بيعمل حبيبات نديولز في الجسم، وقد يؤدي الى الوفاة. ولكن طبعا هذا الفيروس انتهى من العالم، لانه يعني تم عمل او تصميم فاكسين ناجح له وتم إزالته من العالم بشكل كامل. هذه أشكال المرضى اللي عندهم سمول بوكس، قلنا هذا مرض خطير جدا جدا. هذا طفل برضه عنده مرض السمول بوكس. في عندنا فيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس. هذا الفيروس بيعمل الوارتس اللي هي التواليل، والتواليل ممكن تكون موجودة في كل الجسم، في منها في الايدين، في الرجلين، في الجهاز التناسلي جينيتال، في الجهاز التناسلي في جسم الانسان زي ما تشوفين في الصورة. في عندنا الفيرال هيباتايتس، وحنركز عليه شوية، حناخده بالتفصيل يعني قليلا لانه بلزمنا او بلزمكم في حياتكم العملية. في خمس انواع مهمة من الهيباتايتس، الاي والبي والسي والدي والاي، طبعا تختلف في مصدرها او طريقة انتقالها من فيروس الى اخر زي ما تشوفين في الصور، او حتى الانكيوبيشن بيريو تبعتها، او الوقاية هل لها تطعيم ما لهاش تطعيم، هل ممكن تكون كرونيك او لا. زي ما تشوفين الجدول التالي حنحكي عنهم بالتفصيل الان. نبدأ بهيباتايتس اي فيروس. الجدول هذا يعني ملخص عن معلومات عن الهيباتايتس اي فيروس. يعني مثلا العائلة تبعت الفيروس هذا بكورنا فيريدي، الجينس تبعته هيباتو فيروس، الفيروس حجمه 27 نانومتر، ايكوزاهيدرال نوعه، ملوش انفلوب، نوع المادة الوراثية سنجل ستراند ار ان اي، لان الفيروسات ممكن تكون ار ان اي او دي ان اي، ممكن تكون سنجل ممكن تكون دبل ستراند، حجمه مثلا 7.5 كيلو بيز،
الاستابيليتي تبعته الثباتية تبعته هيت اند اسيد ستيبل، لا يتأثر بالحرارة والأحماض. كيف بنتقل؟ عن طريق الجهاز الهضمي، فيكال أورال عن طريق الجهاز الهضمي ينتقل للإنسان. بريفالنس انتشاره واسع جدا، هاي فالمينانت ديزيز رير، يعني خطورته نادرة، خطورته نادرة. كرونيك ديزيز نيفر، يعني المرض لا يصبح مزمن على الإطلاق، يعني المريض بيصاب في المرض وبيطيب منه بعد فترة معينة، ما بصبحش المرض مزمن. أونكوجينيك، هل هو مسرطن؟ لا، الفيروس هذا مش مسرطن. هذا تو طبعا المعلومات اللي تو حكيناها عن المرض. إذا المرض ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، وبعدين المريض بيصير يعاني من أعراض زي نوزيا وفوميتينج، وبعدين ممكن يصير عنده صفار جونديس، صفار البول أو صفار الجسم. طبعا المريض يعني بياخد علاج بسيط، العلاج عبارة عن راحة وأكل أو شرب الحلويات، وبيطيب بعد فترة قصيرة. قلنا قبل شوية أنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو الماء الملوث، عن طريق الفود هاندلر اللي هو اللي بيعملوا الأكل، رو شيلفيش اللي هو المأكولات البحرية النيئة، ترافل تو انديميك اريا، السفر الى المناطق الموبوءة. ممكن ينتقل عن طريق كلوز بيرسونال كونتاكت، الاتصال المباشر بين الاشخاص، عن طريق الاتصال الجنسي او كذا، او عن طريق الحضانات. بلاد اكسبوجر، طبعا نادر انه ينتقل عن طريق الدم، نادر جدا ينتقل عن طريق الدم. هذه خطوات حدوث المرض. بيجي الانسان بيشرب شراب او طعام ملوث بالفيروس، بعدين الفيروس بروح على الاوروفارينكس بيصير له ريبليكيشن تضاعف، بعدين بروح على الليفر على الكبد، وبعدين بيطلع من الكبد بروح على البايل، وبعدين بروح على الانتستاين الامعاء الدقيقة، وبروح على براز الانسان. فبراز الانسان ممكن يعدي الاشخاص. طبعا هو ممكن يعني يروح على الدم ويعمل شوية حرارة، وطبعا لما يصل الكبد بيعمل الجوندس اللي هي الصفار، بيصير الجسم لونه أصفر. النوع الثاني من الفيروسات اللي هو هيباتيتس بي فيروس، العائلة تبعته برضو هبادنا فيريدي، الجينس أورثو هبادنا فيروس، حجمه 42 نانومتر وسفيريكال يعني دائري، إله انفلوب، نعم إله انفلوب، بتكون من أنتيجين اسمه هيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين. المادة الوراثية تبعته دبل ستراند دي ان ايه، حجمه 3.2 كيلو بيز، اسيد سنسيتيف يعني حساس للاحماض، ينتقل عن طريق البارنترا الحقن. الحقن هنا يعني بدنا نفصل فيها شوية. الحقن هو عبارة عن اللي هو دخول جسم الانسان عن طريق الدم، ممكن يدخل عن طريق مثلا وحدة دم، ممكن يدخل عن طريق الحلاق، ممكن يدخل عن طريق جرح، ممكن يدخل عن طريق الوشم، ممكن يدخل عن طريق أي طريق من الطرق اللي بيدخل فيها الجسم عن طريق الدم. طبعا انتشاره واسع، هاي برضو خطورته رير نادرة، كرونيك ديزيز يعني ممكن يحدث كمرض مزمن، في الغالب ممكن يحدث كمرض مزمن. أونكوجينيك يعني مسرطن، نعم ممكن يؤدي لحدوث سرطانات. هذا شكل الفيروس هيباتيتس بي فيروس. هذا مريض عنده كرونيك هيباتيتس بي فيروس انفكشن في فيتنام، شايف كيف تضخم في الكبد وبطنه، يعني في تضخم بشكل كبير جدا، يبدو انه تضخم في الطحال والكبد والانتستاين والجهاز الهضمي. وهذا برضو الشخص نفس الحاجة مصاب بالهيباتيتس، عنده تضخم في الكبد. هذه البروفايل تنفعنا في تفسير نتائج المرضى، يعني مثلا لما يجيني مريض عنده هيباتيتس سيرفيس انتيجين نيجاتيف وانتي هيباتيتس بي كور انتي بودي نيجاتيف والانتي هيباتيتس بي سيرفيس نيجاتيف، هذا سسبتبل، سسبتبل يعني نضيف، يعني ما فيش عنده مشكلة. مثلا مريض عنده كان مصاب وطاب،
بنلاقي عنده بتاعة السيرفس انتيجين نيجاتيف والتنين التانيين بوزيتيف. مريض اخذ تطعيم بنلاقي عنده الاول والثاني نيجاتيف والثالث اللي هو انتي بتاعة السيرفس انتي بودي بوزيتيف. واحد مصاب بنلاقي عنده بتاعة السيرفس انتيجين بوزيتيف، يعني معظمهم بيكونوا بوزيتيف، والاي جي ام حتى بيكون بوزيتيف تبع الكور، والانتي بتاعة السيرفس انتي بودي بيكون نيجاتيف. واحد مزمن بنلاقي عنده البتاتا سيرفيس انتيجين بوزيتيف والانتي بتاتا بي كور بوزيتيف والتنين الباقيين نيجاتيف وهكذا. البتاتا السي العائله تبعته فلافي فيريدي، الجينس تبعه هباسي فيروس، الفيرون حجمه 60 نانومتر سفريكال يعني دائري، له انفلوب، والماده الوراثيه سنجل ستراند ار ان اي، حجمه 4.9 كيلو بيز، ايثر سنسيتيف حساس للايثر وحساس للاحماض. برضو انتقاله زي بتاتس بي بالضبط عن طريق الدم ومشتقات الدم، وحدة دم لمريض مصاب او كذا. بريفلانس انتشاره مدرت يعني وسط اقل من بتاتس بي. خطورته نادرة. هل هو مزمن؟ اوفن في الغالب. اونكوجينيك يعني مسرطن؟ نعم. هذا شكل اللي هو لبتاتس سي فيروس. عوامل الخطورة لانتشار هباتاتس سي فيروس: اول ترانسفيوجن اور ترانسبلانت فروم انفكتد دونر، يعني مريض تبرع بوحدة دم او تبرع بعضو وهذا الشخص كان مصاب بلبتاتس سي فيروس، ممكن يصيب الشخص اللي استقبل الدم او استقبل العضو. انجكتنج دراج يوز اللي هو هدول متعاطي المخدرات. هيموديالسيز اللي هو غسيل الكلى، مرضى غسيل الكلى برضو احتمال يصير عندهم لانه بياخد العلاج لسنوات طويلة، ممكن يعني يكون الجهاز ملوث. اكسيدنتال انجريز اللي هو جرح عن طريق نيدل، واحد بيسحب لواحد لدم دم لواحد مصاب، ممكن ياخذ شكه او بهذا المريض من هذا المريض ويصاب الشخص اللي بيسحب الدم بالهباتيتس سي. عشان هيك اللي بيسحب الدم لازم ياخذ باله دائما من عمليه سحب الدم. عن طريق الاتصال الجنسي نادر انه ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي هباتيتس سي. مالتيبل سكس بارتنرز يعني الناس اللي بيتعاملوا بالجنس بشكل جماعي. كمان اللي هو اللي بنولد لأم مصابة، الجنين اللي بنولد لأم مصابة. مضاعفات هباتيتس سي فيروس، ايش المريض بصير عنده مضاعفات؟ ممكن يصير عنده المريض انسفالوباثي اللي هو مشاكل في الجهاز العصبي اذا كان لم يعالج، تؤدي الى كونفيوجن، الى عدم اتزان مثلا، او يعني المريض ما بيحسش في اللي حواليه وهلوسة وذهول وغيره. ممكن يصير عنده جونديس اللي هو صفار، بريوريتس حكة، رينال دامج فيلر، فشل كلوي، هايبو او هايبر ثايروديزم اللي هو مشاكل في الغدة الدرقية، ممكن يصير عنده دوالي في المريء او في المعدة او في المستقيم، ممكن يصير عنده هزل العضلات. اخر فيروس او قبل الاخير هذا الهباتيتس دي فيروس. الهباتيتس بي فيروس يا جماعه يعني من طبيعته انه لا يصيب الانسان الا اذا كان مصاب بهباتيتس بي فيروس. فالعائله تبعته انكلاسيفايد يعني غير مصنفه. طبعا الجينس تبعه دلتا فيروس، 35 نانومتر حجمه، له انفلوب اللي هو الهباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ماخده هذا من مين؟ من الهباتيتس بي انتيجين. المادة الوراثية تبعته سنجل ستراند ار ان اي، حجمه 1.7 كيلو بيز، اسيد سنسيتيف حساس للمعدة للاحماض. انتقاله برضه ينتقل عن طريق اللي هو الحقن زي هباتيتس بي وسي بالضبط. انتشاره قليل نادر يعني في مناطق معينة في العالم. خطورته يعني برضو يعني مختلفة من أي دولة لدولة في العالم حسب وجوده.
مزمن، إنه في الغالب يكون مزمن أونكوجين مش معروف. عن طريق الأورال لا ينتقل، عن طريق إيش؟ بير كيوتينيوس تحت الجلد، الحقن تحت الجلد ممكن طبعا، عن طريق الجنس ممكن لكن نادر، بيرينيتال عن طريق الجنين، بيرينيتال الولادة يعني من الأم للجنين ما لا ينتقل. انكيوبيشن بيريد تبعته من 21 ل 45 يوم. جونديس انون يعني مش معروف انه بيعمل جونديس، لانه دائما بيكون مرتبط بالهباتاتس بي فيروس. خطورته من 2 ل 7.5%. بنفحصه دياجنوستيك تيست عن طريق فحص الاي جي ام انتي هباتاتس دي فيروس، فحص له الاي جي ام او الاي جي جي هباتاتس دي فيروس او الهباتاتس بي سيرفيس انتيجين، لانه دائما بيكون مرتبط قلنا بالهباتاتس بي انتيجين. التطعيم تبعه نون ابليكابل يعني ما فيش له تطعيم. نسبة الوفيات تبعته من 1 ل 2%. كرونيك انفكشن ممكن يعمل سوبر انفكشن ل 80% من الحالات. سوبر انفكشن يعني يجي يصيب انسان مثلا عنده هباتيتس بي فيروس. كو انفكشن يكون مساعد للهباتيتس بي فيروس اقل من 5%. النوع الاخير من الهباتيتس هو هباتيتس اي فيروس. العائلة تبعته كالسيفيريدي، الجينس ملوش اسم، حجمه من 30 ل 32 نانومتر، له انفلوب ملوش انفلوب، الجينوم تبعه سنجل ستراند ار ان اي، الجينوم حجمه 7.6 كيلو بيز، هيت ستيبل يعني لا يتأثر بالحرارة، ينتقل زي الهباتيتس اي عن طريق الفيكال اورال، الطعام والشراب الملوث. بريفالانس ريجونال يعني بيكون موجود في مناطق معينة من العالم بس. خطورته فقط على الحوامل. هل له هل ممكن يكون مزمن؟ طبعا لا نيفر. وكمان مش مسرطن. نيجي نحكي عن هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو فيروس الايدز. بالنسبة لفيروس الايدز في منه نوعين، HIV-1 و HIV-2. HIV-1 تم عزله سنة 1984، HIV-2 تم عزله سنة 1986. التنين بيؤدوا إلى مرض الإيدز Acquired Immunodeficiency Syndrome. طبعا الفيروس هذا بيعمل على تدمير خلايا جهاز المناعة، عشان هيك بكون المريض عنده ضعف شديد في جهاز المناعة ومش قادر يقاوم الأمراض، فبصير عنده أمراض خطيرة life threatening diseases، والأمراض هذه قد تكون قاتلة لهذا الإنسان، وهذه الأمراض لا تصيب الشخص السليم، فعشان هيك بنسميها opportunistic infections اللي هي الأمراض الانتهازية. نشوف مراحل المرض. في بداية دخول الفيروس لجسم الإنسان بيدخل على الدم اللي هو الفيروس، بيصير عنده يعني أعراض خفيفة زي مرض المونونيوكليوزيز لايك سيمتومز، يعني بيصير عنده حرارة، بيصير عنده أعراض شبيهة بالإنفلونزا خلال أسبوع لست أسابيع بعد العدوى، يعني أعراض خفيفة جدا، والأعراض هذه يعني ما بتطولش، لكن الشخص المصاب ممكن يعدي الناس الآخرين، يعني بتكون الأعراض خفيفة شبيهة بمريض الإنفلونزا وبتروح الأعراض تختفي بعد فترة قصيرة. المرحلة الثانية بعد 2 ل 15 سنة، يعني معدل 10 سنوات، بتبدأ اللي هو بعض الأعراض تظهر على المريض. اول حاجه بتبدا اللي هو الاتش اي في انتي بودي تظهر في دم المريض خلال 8 ل 16 اسبوع من الانفكشن. بعدين بتبدا جهاز المناعه يتدمر،
المريض في هذه المرحلة بكون يعني الأعراض عنده خفيفة جدا أو ما فيش أعراض. ممكن يصير عنده مثلا تورم في الجلاند، تورم في الغدد، وبكون اللي هو نسبة الـ HIV في الدم قليلة جدا في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة جهاز المناعة عند المريض بتدمر، خاصة عنده بكون خلايا CD4 سيل تي سيل، هذه خلايا مهمة جدا لجهاز المناعة، بنلاقيها أقل من 200، طبعا عددها الطبيعي هي من 500 ل 1200 سيل خلية في المليمتر المكعب، بنلاقيها فقط أقل من 200، وهذا طبعا حيضعف جهاز المناعة، عشان هيك حيصير عند المريض حرارة، فيفر، التضخم قلنا في الغدد الليمفاوية، إسهال، فقدان الوزن، عنده نيورولوجيكال سيمتومز، أعراض في الجهاز العصبي، وعنده كمان opportunistic infection يعني عنده أمراض انتهازية، بكتيريا وفيروسات وطفيليات وفطريات بتصيب هذا الشخص، وهذا الميكروبات هذه ما بتصيب الشخص السليم، وممكن يصاب حتى بالسرطانات. المرحلة الرابعة والأخيرة طبعا بكون جهاز المناعة عند المريض هذا يعني ضعف بشكل كبير جدا جدا جدا، بضل عنده جهاز مناعة، طبعا بعد فترة يتوفى المريض بسبب كثرة الأمراض اللي بتصيبه. هذه الأمراض زي ما حكينا بتسببها ميكروبات انتهازية، ميكروبات ضعيفة لا تصيب الشخص السليم، فقط تصيب شخص مريض الإيدز، فبموت الشخص مريض الإيدز من هذه الميكروبات وهذه الالتهابات، وممكن طبعا زي ما حكينا ممكن يصاب حتى بسرطانات مختلفة. في عنا عائلة الأورثوميكسوفيروس والبارا ميكسوفيروس. الأورثوميكسوفيروس زي فيروس الإنفلونزا الـBOC، والبارا ميكسوفيروس اللي هي زي المامس والميزليس والريسبيراتي سينسيشيال فيروس والبارا انفلونزا، هنحكي عنهم يعني بعد قليل. بالنسبة لفيروس الانفلونزا طبعا هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، وطبعا دائما يتكون فيروس جديد كل سنة، يتكون نوع جديد من فيروس الانفلونزا زي الأعوام الماضية. انفلونزا فيروس ينقسم الى 3 انواع، هيباتيتس A والبي والسي. الA هو الرئيسي اللي بيعمل اللي هو الاوبئه تبعت الانفلونزا، بالاضافه للبي برضه بيعمل اوبئه تبعت الانفلونزا، والسي تقريبا الانفلونزا سي مش ممرض. هذا النوع الA طبعا هو ميديوم سايز، حجمه وسط، انفلوبد له انفلوب نيجاتيف سينس ذات فاريان شيب from spherical to helical، يعني حجمه أو شكله مختلف من دائري إلى لولبي. طبعا هو المادة الوراثية تبعته مقطعة ومقسمة إلى 8 أجزاء. احنا قلنا قبل شوية إنه كل سيزون بيجينا فيروس جديد مختلف عن الآخر من الإنفلونزا، زي مثلا فيروس كورونا. فيروس كورونا هذا الجديد كوفيد-19 ما كانش معروف سابقا. طب ايش اللي خلاه يجي هذا؟ اللي هو الانتيجينيك فاريشن، صار فيه اللي هو طفرة في المادة الوراثية. في نوعين من هذا الاختلاف، اللي هو انتيجينيك شيفت. انتيجينيك شيفت اللي هو عبارة عن تبادل القطع المادة الوراثية بين فيروسين، تبادل قطع المادة الوراثية بين فيروسين. الانتيجينيك دريفت اللي هو طفرة في المادة الوراثية نفسها، طفرة في المادة الوراثية نفسها. فهدول الأمرين بيعملونا فيروس جديد كأنه ما كانش سابقا على الإطلاق، وهذا الفيروس الجديد بتكون الأجسام المضادة اللي تكونت في أجسامنا لا تحمي ولا تقي منه على الإطلاق، عشان هيك فيروس كورونا انتشر في العالم ولم يستطع أحد أن يوقفه إلا بعد إيش؟ بعد إنتاج اللقاح اللي حينتجوه إن شاء الله في الأشهر القادمة. هذه هي الأنتيجينيك شيفت، يعني على سبيل المثال فيروس من إنسان وفيروس من خنزير دخلوا مع بعض في خنزير،
فيروس جاي من إنسان، فيروس جاي من خنزير، دخلوا في خنزير. الآن احنا قلنا إنه كل فيروس له 8 قطع، الآن بيصير تبادل بين القطع أثناء تضاعف الفيروس داخل خلية العائل. لما بكون الفيروسين داخل خلية العائل بيصير تبادل لهذه القطع، فالفيروس فيروس جديد بياخد قطعة جديدة فبيطلع كأنه فيروس جديد تماما، كأنه فيروس جديد تماما ما البشرية لا تعرفه من قبل. طبعا أعراض الإنفلونزا الفيفر الهيديك الماليزيا الكف رينايتس أوكيلار سيبتومز تشيلز الرعشة أو التعرق، فممكن المرض طبعا زي ما أنتم بتعرفوا ممكن يكون مايلد يعني خفيف، وممكن يكون بدون أعراض، وممكن يكون سيفير، ممكن يكون قاتل، لأن كثير من الناس بموتوا من فيروس الإنفلونزا كل سنة. فيروس المامز اللي هو النكاف، مرض النكاف بيصير فيه بيعمل مرض برضه المامز اللي هو النكاف، بيعمل التهابات في الغدد النكافية أو اللعابية، بيعمل التهابات في الغدد اللعابية اللي حوالين اللسان، في 3 غدد، واحدة على اليمين واحدة على الشمال واحدة تحت اللسان، بيصير فيهم التهاب وتضخم، عشان هيك المرض بيصير عنده تضخم في الخد، لأنه بيصير فيه التهاب في الغدة اللعابية. هاي مريض المامز النكاف زي ما انتم شايفين في عنده تضخم في خده بسبب التهاب في الغدة اللعابية، وهذا المريض بنسمي المرض تبعه ايش؟ المامز. البارا انفلونزا فيروس برضه بيعمل الالتهابات في الجهاز التنفسي، يعني شبيهة بالانفلونزا فيروس. الميزديس اللي هي الحصبة، الحصبة هو عبارة عن مرض حاد اكيوت بيصيب عادة الأطفال، ممكن الكبار كمان، وبيعمل إيش؟ ماكيو وماكيولو بابيولار راش، ماكيولو بابيولار راش اللي هو طفح جلدي زي ما تشوفين في الصورة لما الحرارة، بيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي. في فيروس اسمه ريسبيراتوري سينسيشيال فيروس، وده برضو الفيروس بيسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. في فيروس الربس اللي هو فيروس الكلب، هذا طبعا بيصيب الناس بعد عضة كلب او حيوان مصاب بهذا الفيروس زي ما تشوفين في الصورة، بيجي الكلب مثلا مصاب بالفيروس، بيكون الفيروس موجود في لعاب الكلب، فبيجي بيدخل الفيروس داخل انسجة جسم الانسان مع اسنان الكلب، وبعدين بيمشي مع البريفيرال نيرف اللي هو الاعصاب الطرفيه، بيمتم ويمشي الفيروس لحد ما يصل السنترال نيرفس سيستم. لما يصل الجهاز المركز العصبي السنترال نيرفس سيستم بيبدا يعمل اعراض يعني تتراوح بين خفيفه الى خطيره، وقد تؤدي الى الوفاه اذا لم يعالج او ياخذ تطعيم المريض، ممكن يؤدي الى وفاته لانه حيصير اللي هو تلف في الخلايا العصبية. هذا المرض بسموه مرض الربس، والفيروس برضو بسموه الربس اللي هو مرض الكلب. في عنا فيروس اسمه سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم اسوريتد كورونا فيروس سارس، وهذا النسخة اللي قبل الكوفيد 19، طلع تقريبا في الصين في سنة 2003 على ما اعتقد 2002-2003، والنسخة طبعا هذه كانت جديدة في ذلك الوقت وانتشرت في الصين فقط، لم تنتشر إلى باقي مناطق في العالم، وتوفي منها عدد من الناس، لكن لم تنتشر إلى باقي مناطق العالم لأنه كان يعني نسبة انتشاره قليلة جدا، لا يستطيع أن ينتشر، لكن يعني أعراضه شبيهة بفيروس الكورونا اللي هو مشاكل بالجهاز التنفسي. مرض الروبيلا اللي هو الحصبة الألمانية جيرمان ميزليس، برضو بتعمل راش بقع في الجسم زي ما تشوفينها في الصورة، ممكن تنتشر في كل الجسم. في عنا فيروس اسمه بوليو فيروس اللي هو فيروس اللي هو شلل الأطفال، هذا بيصيب الناس اللي ممكن يأكلوا طعام ملوث بالفيروس، فالفيروس بروح على الجهاز الهضمي بعدين بروح على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى فلاسيد براسيز الشلل الرخو، ويؤدي إلى طبعا يعني مشاكل في الجهاز العصبي،
بصير الإنسان مش قادر يحرك جسمه، رجليه مثلا أو إيديه زي ما تشوفين في الصور، اللي هو بسموه هذا شلل الأطفال، فيروس شلل الأطفال. هذه صور لناس أطفال مصابين بهذا الفيروس، زي ما تشوفين في عندهم شلل في رجليهم، ما بيقدرش يمشي الطفل على الإطلاق. الرينو فيروس هو فيروس بسبب اللي هو الزكام، اللي هو الكومون كولد، وطبعا بيجي في الشتاء في الطقس البارد، بصيب الجهاز التنفسي وبيعمل اللي هو أعراض الزكام، اللي هو الرشح اللي بنعرفه كلنا اللي بيجينا في الشتاء. هذا فيروس من عائلة الريو فيروسز اللي هو الروتا فيروس، فيروس مشهور جدا، بسبب الفيرال جاسترو انتراتيس، التهابات في الجهاز الهضمي في القناة الهضمية. بسبب هذه الالتهابات لتقريبا 50 لـ 80% من الأطفال أو الناس بشكل عام، خاصة في فصل الصيف، ويعني بنتشر بشكل يعني فظيع جدا في الصيف، لدرجة إنه يعني عملوا له تطعيم، الآن في له تطعيم في فلسطين عندنا، بتطعم له الأطفال وهم صغار من لهذا الفيروس. بالنسبة للتطعيمات، تطعيمات ضد الفيروسات، طبعا كتير من الأمراض اللي توي حكينا عنها تم القضاء عليها بشكل كامل بسبب التطعيمات، لأنه في عنا برنامج تطعيمات للأطفال من سن تقريبا أيام، يعني أسبوع أعتقد. فالتطعيمات هذه أدت إلى اختفاء بعض الأمراض ويعني عدم انتشار أمراض كثيرة. فالتطعيمات في منها نوعين، في منها attenuated live viral vaccine اللي هو فيروس مضعف نحقنه في جسم المريض، فبكون المريض له أجسام مضادة لهذا الفيروس المضعف، أو الفيروس بكون ميت، أو الفيروس بكون إيش killed inactivated viral vaccine، الفيروس بيكون ميت وبنعطي المريض الفيروس او البكتيريا الميتة، وبياخذ التطعيم ويتم القضاء على هذا المرض. اخر حاجة في هذا الشابتر اللي هو تشخيص الفيروسات. طبعا تشخيص الفيروسات زي باقي الميكروبات، ولكن الفيروسات لها خصوصية خاصة، انه لا تنمو على أوساط ذراعية إلا أوساط خلوية أو أنسجة، لا تنمو إلى داخل أنسجة. يعني لازم إذا كان نعزل الفيروس لازم نزرعه على تشيو أو أورجان أعضاء أو سيل كلتشر أو فيرتلايزد هينز إيج اللي هو البيضة الدجاجة. طبعا أو ممكن نحقن الحيوانات أو الفئران بالفيروس ونشوف تطورات اللي هو المرض على هذا الحيوان، ممكن عن طريق الميكروسكوبي، وخاصة اللي هو الميكروسكوب الإلكتروني نشخص المرض، ممكن عن طريق الفيرال أنتيجين نعرف نوع الجسم الغريب تبع الفيروس في المختبر، وبالتالي هنعرف نوع الفيروس، ممكن نعرف اللي هو الجسم المضاد تبع الفيروس. يعني مثلا فيروس الإنفلونزا بتكون له أنتي أو مضاد لفيروس الإنفلونزا، إذا كان لقينا المضاد تبعه في جسم المريض معناته الفيروس ممكن يكون إيش موجود. فالأجسام المضادة هذه نوعين، في من الاي جي جي والاي جي ام. الاي جي جي تبقى لفترات طويلة في جسم الإنسان، لكن الاي جي ام بيظهر مبكرا عند المريض ويختفي في وقت مبكر بعد فترة قصيرة، بيطلع بدله مين الاي جي جي عشان يحمي المريض من الميكروب. ممكن كمان نستخدم تقنيات الهندسة الوراثية أو الجينات النيوكليك أسيد من أجل فحص الفيروسات، وهذه التقنية المستخدمة في فحص فيروس كورونا الآن. بهيك بنكون احنا أتمينا منهج علم الأحياء الدقيقة للتمريض. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. طبعا يعني بدكم تتابعوا امتى الامتحان على الموديل او على اللي هو صفحات الجامعة.
انا بعتقد انه الامتحان حيكون بعد 28/6، بنحدده مع بعض او الجامعة حتحدد لنا اياه، هنشوف ببلغكم ان شاء الله خلال الايام القادمة باذن الله، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.